زير العتابة، النجم السوري علي الديك في لما على الاف ام. بده قلبي يحتل عيونك، لك بده قلبي يحتل عيونك، هو يفرض حبه عليك غصبا عن اللي. هذا جديد جديد اللي سمعناه الاغنية حصريا الليلة في لما على الاف ام. نمشي لوس انجلوس لسلوى. سلوى مساء النور. خير مشيد، يعطيكم ألف عافية. الله يخليك. على فكرة أنتم فاجأتوني كثير. وهذا الكل على خاطر سكون الليلة نزم نزير العتابة الليلة علي الديك، صحيح ولا لا سلوى؟ هو بس لعيون زير العتابة، عم حبتي لزير العتابة. لازم كون، لو حتى كنت بعدني في المستشفى كان لازم أطلع معك. زير العتابة كما ذكرتي سلوى، في أغنية كنت أنا حابة أسألك عنها. طيب غني هالي. لو أنا كنت المستشفى عم بسمعها، اللي هي الأغنية اللي هلأ داربي مثل ما بيقولوا، داربي كبيري، الأغنية جديدة لزير العتابة. وحبينا على الأغنية هذه نتأخذ حظها لأنه عنده برشا مفاجآت. حضرنا أيضا ريبورتاجات، حضرنا تسجيلات حتى نسمعوه التسجيلات هذوما ونحبوه يسمعهم الليلة. كذلك الناس اللي متواصلين معنا الكل شكرا ليهم، فما برشا من تونس ومن خارج تونس، فما أيضا الناس اللي يحبوا علي الديك وحفلاته، يتابعوا في حفلاته على مستوى الوطن العربي. جاكم لأمريكا تذكر ولا لا سلوى؟ ايه طبعا طبعا، كان حفلاته كتير كلها ناجحة ما شاء الله. يعني عم بقلك لما بقلك معبود الجماهير، صراحة معبود الجماهير هون. الكل بحب الكل، يعني بيعمل ثورة لما بيجي علي الديك على امريكا او كندا، بيعمل ثورة فنية. يعني ما بتعرف الناس شو بتعمل. هيدا بيقول لي علي الديك هون، بدنا نروح نحضره، بدنا نشوفه، بدنا نتصور معه. في ثورة تحصل، يعني شيء مش طبيعي. يعني الله يحميه يا رب، ويحمي جميع فنانينا يلي مثله ويخليهم دايما هالتألق. مجيدة، أنا بس بدي يمكن ما يصح لي وقت أني أحكي تحيات لنجمنا اليوم زي العتابة، بس عندي أهلي من لندن، خي أحمد وعائلته، مدامته سميرة وبناته ريما وعبير وابنه رامي، قاعدين عم يسمعونا خصوصي لأنه قالوا لي أول برنامج. يا تحية لنجمنا منهم، وهني عم بدون يسمعونا طرينه على أحر من الجمر. وكمان في كتير ناس من أصحابي هوني من سوريا الحبيبي، من اللي من عائلة ميسي. نمشي لعلي مباشرة ليلى في حفلة، والاتصال جيد الآن. خلينا نسمعوه الليلة على الهواء مباشرة الريبورتاج إذا علي معنا. علي، يسعد مساكن يا حبيبي. أهلا وسهلا، مساء النور، شنو أحوالك؟ الحب الكبير لشعب تونس الحبيب، لتونس الخضراء، هاي تونس اللي إلها حصة كبيرة بقلب علي. عايشك الله يخليك. اسمعت عمار؟ خلينا نسمعك عمار شنو يحكي. عمار نسمع. عمار اسمع، عمار شنو يحكي على علي الديك زير العتابة الليلة على الهواء مباشرة. من المفاجآت السارة، لأني باش نمشي مباشرة إلى صديق، إلى مطرب، إلى نجم عنده علاقة وطيدة بعلي الديك، عمار الديك. عمار مساء النور. الورد، أهلا وسهلا، شنو أحوالك عمار؟ طول لي بعمرك يا ربي الليلية. الله يخليك. كيف علاقتك بزير العتابة علي الديك عمار؟ أختي تاج راسي ومعلمي، كثير وطيدي، والله يطول بعمره، هو تاج راسي وامنا، وانا بلجأ له بالشاردة والواردة بالصغير وبالكبير. يعني اخي علي ما فيني اوصفه غير 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 عمود لبيتنا، يعني لاسرتنا، عمود طبعا. الله يطول بعمرك وعمره ان شاء الله يا رب ان شاء الله. فماش حاجه خاصه هيك تحب تحكيها على علي؟ احكي لك شغلي عن علي. نحن عندنا كاسره بالبيت هون، أخي علي مثل أخ وأب وأم بالبيت عنا، ونحن بنلجأ له كثير شغلات. أي شيء بيصير عنا بالبيت بنلجأ له، بنحس إنه هو أسرة صاحب الوعي تبع البيت ككل. يعني شنو يحب علي؟ طبخ الحجة، طبخات الحجة والدي الله يطول بعمره، يحب طبخات الحجة. وأكثر حاجة تزعجه؟ تزعجه إنه فراقه عن البيت، بحب دائما يكون هو بالبيت، فبيشتاق دائما للبيت للحجة الحاج، فبيحب دائما يكون بالبيت. يعني معنا كجمعة سمعت انه فما تريو، ان شاء الله فما تريو في الطريق، حسين وعمار وعلي الثلاثة، صحيح الكلام؟ بإذن الله بإذن الله. في موضوع عن الفكرة هاي، بس يعني مرتقين على الكلام واللحن، بس في فكرة عن الموضوع بإذن الله. تمام، يعني قريبا تفاجئوا الجمهور ان شاء الله.
إن شاء الله يا رب. وأخبار عمار؟ أنا مجددا عملت سي دي بعنوان ميت حقيقي، بيتضمن ميت حقيقي وكيف مرة والبوسي ورمض عينيك ولوحة غرام، بيتضمن أغاني هو. وصورت كليب لأغنية ميت حقيقي وعرضت الحمد لله ولافت إعجاب كثير الجمهور الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، إن شاء الله الألبوم هذا يلاقي النجاح الكبير والدعم الكبير العمار أديك. ونعرف أنك اختصيت في اللون الرومانسي، هل أنه باش تحافظ على نفس اللون الرومانسي ولا بتنوع شوية إن شاء الله؟ شوف لا أحكي لك شغلي، اللون الرومانسي بحبه كهيك كأنه أنا بحب سمع جمهوري هذا اللون، مناسب لصوتي بحبه. بس اللون الشعبي أنا كمان بتكونه العتابة لون كبيرنا الأستاذ علي، بتقنه تماما اللون الشعبي، العتابة اللكنة الشعبية بتقنها تماما. وعمل شيء من اللون الشعبي، بس كمان الميال للرومانس شوي، حسن جمهوري هذا اللون ونجحت فيه الحمد لله مثل على ورق الورد. يعني شنو تحب تقول للعلي الليلة؟ بدي أقول له الله يطولنا بعمرك ويثبت خطاك، والله يحيي ذكرك بكل الأرض. احنا بنكبر فيك وانت عمودنا وتأجراتنا وحبيبنا، ونحنا لك ولا شيء. والأستاذ علي هو صاحب البصمة الأولى لهاللون، ونحنا قلنا الفخر الكبير كبير كبير فيه. الله يطول بعمره يعني. نعم، عنده رحلة على أمريكا قريبا. عندي أمريكا وعندي أوروبا وعندي بالسويد وبألمانيا. أي أنا حبيت علي أنا حبيت مبارك لك على الغنية. عندي الخليج وعندي فنزويلا وعندي أستراليا. حبيت مبارك لك على الغنية الجديدة، إن شاء الله ألف مبروك. ميرسي، الله يبارك فيك. ميرسي، عايشك يا حبيب. وكأنه فما التريو جاهز، إن شاء الله قريبا التريو، أنت وعمار وحسين، إن شاء الله غنية إن شاء الله وتحضرونها. إن شاء الله أنا وعمار وحسين إن شاء الله. إن شاء الله قريبا تكون جاهزة الأغنية هذه. يعني بتعرف انت التحضير هيك اغنية، يعني هذا مشروع كبير، فبدك تكون متروي بعض الشيء لحتى يطلع العمل يليق بمستوى الموضوع. هذا هو علي ديك. الليلة عندك حفلة، واخذينك من الحفلة يعني الليلة. اول شيء كيف تونس؟ طمني تونس. الحمد كيف لله. تونس الحمد لله، امور زايدة لهنا في تونس ان شاء الله يا ربي. عم شعب تونس الحبيب والعزيز والغالي. يعيشك يا علي، عايشك يا حياتي. انت يا مجيد، غني لي تغني لك. الشعب العربي بامريكا استاذنا كمان. يا حياتي انت والشعب العربي اينما حل واينما وجد. ولبنان كمان ناطرك، كله هون ناطرينك بامريكا. يا عمري انا هلا استاذنا الكبير، انت حبيبنا يا حياتي. انت انا بهديكي هالبردات الحلوات بصب فارية، انا هلا بفارية بهالبرود والقعدة الحلوة والخشب والشيميني فما اغنية طالبينها الليلة يحبوا يسمعوها بصوتك طواله. يا مكتوب روح ورجع، لا تخاطرني بالأوجاع، همومي من كل الأنواع، ليش علي طواله. هذه من الأغاني المحبذة عندك. أي طوال أو طوال حباب علي طوال. قال تخيل عم يقول له يا طير الطاير صوبون، سلم لي علي بحبون، وبالسر اسأل لي قلبون، ليش عنا طواله. حلوة، أنا نحب المحاور. حلوة كتير. أي برشا. أنا نحب أي نحب المحاورة وقت اللي أنت تكون مع حسين وحسن وعمار. هالمحاورة بيناتكم جميلة جدا، يعني تنقلوا في صورة حلوة. بالنسبة لك مجيد. نعم. من هيوستن وليدة هيوستن. يا حياتي. أسد بولوس. حبيبي هو حبيبي. لك حبيبي يا أسد حبيبي. والحبيب شهرزاد كمان، وعند سلام خاص وببوسك كتير خيي أحمد حريري. ببوسك هو والعائلة. يا حياتي انتو، ليكي رح اهديكم شغلي، رح اعطيكم شغلي مفاجأة حلوة. خدوا سلموا على هذا الشخص. تفضلوا. يا عيشك، اهلا وسهلا. مساء الخير، انا حسين الديك. اهلا وسهلا يا حسين، شنو احوالك؟ يسعد مساكم ان شاء الله بخير. الحمد لله يا سيدي، منور يا اخويا في كل مكان وين ما تحل منور. يا حبيب قلبي يا مجيد، يا حبيب قلبي، انت اخ عزيز وغالي وانا كتير بحبك. يعيشك يا حسين، يعيشك يا اخويا. وشعب تونس الحبيب الغالي،
والاخت العزيزه سلوى كمان الله يخليك يا رب. العزيز الغالي سلوى. سلوى تسأل وقتاش يشوفوا حسين في أمريكا؟ أنا إن شاء الله إن شاء الله بشهر واحد إن شاء الله. أنا حبيت أبارك لك ديما على جديدك وعلى تميزك وعلى تألقك. الله يبارك فيك يا حبيب القلب، الله يبارك فيك. ومعك سلوى، معك سلوى تحب تسألك، تفضلي سلوى. يلا. أنا بس بدي أقول له لنجمنا حبيبنا كمان حسين الدين حبيب القلب والله. يخليلي قلبك، يخليلي قلبك. أنا ما فيني أوصف أنت والعيلة كلها، بس اللي بقول لك إنه الله يحميكم والله يطول عمرك. كل أمان لبلدنا الحبيبة سوريا ولبنان. آمين يا رب العالمين، آمين. تكونوا كلكم منورينا بحفلاتكم يلي حتقدمونا اياها يا رب. الله يخليك يطول عمرك، شكرا للكلام الجميل. وانت اخت عزيزي وانا كثير نحن بنحبك ومنكلك المحبه الكبيره بقلبنا، وان شاء الله يا رب هيك بنلتقى عن قريب ان شاء الله. حسين حاجه على الطاير الليله هيك على ذوقك. لما تطمك عصيري لا لا شو بحس الدنيا صغيري، حاسس حالي ملكت الكون وما في بالعالم غيري. الله والله وما شاء الله ما في بحالك والله، وانا عمر بحالك اتحلى. الله الله يسلمك حبيب قلبي حبيبي. نحن مثل ما قلنا للأستاذ علي مشتهيكم معنا بهالقعدة الحلوة. يعيشك. هو طلع على المسرح ولا مازال؟ قبل ما نطلع على المسرح فمشتهيكم تكونوا معنا، يا ريت لو انتم معنا. يعيشك يعيشك الله يخليك، ان شاء الله موافقين الليلة. حبيت شنو يعني لجمهوركم، شنو تقولوا لجمهوركم اللي يسمع فيكم في مختلف البلدان حاليا؟ كل الحب والاحترام لجمهورنا الحبيب بكل انحاء العالم، وان شاء الله يا رب هيك منضل على حسن ظنكم ومحبتكم لنا كبيرة، ونحن بنحبكم كثير، وان شاء الله بنضل بنقدم لكم شيء جديد وشيء حلو انا والاستاذ علي ان شاء الله. الله يخليك. وين علي؟ اذا علي مازال ما طلعش خلينا نسلموا عليه ما في الاخير. حبيبي يا مجيد يعيشك الله يخليك. انا كنت حبيت اني نسمعك حاجه لمده دقيقه، اسمعها واعطيني رايك. الريبورتاج لمده دقيقه شنو احكوا يعني لانه جميل جدا هالريبورتاج. اسمع واعطيني رايك. بالنسبه للاستاذ علي الديك يعني معروف عنا هو النجم يعني لا يعلى عليه. وشغلة تانية يعني زير العتابة، يعني كل الناس بتشهد بهالشيء كصوت وكأداء وكحضور وكجو. يعني نحن ما بيطلع عنا نحن المطربين يعني استاذنا أول طلعتنا إنه نحكي عليه إلا كل خير، يعني يكون قدوة لنا هو وإخواته. معكم الفنان أيمن الشيخ. أنا شهادتي مزروحة بصديقه الغالي علي الديك جميل الملك، هو يدير العتابة وكان السباقين على اللون يعني الشعب السوري. هو ببحر صوره بتشوف سوريا كلها بصوت ببساطته بالموال العتابة تبعه الريف السوري الجبال السورية. العظمة كلها بعلي الديك، الله يحميه ويحمي أخوته ويحمي كل سوريا يا رب. مني تحية أنا مجد ورد. يعني علي الديك إنسان لا ينكر له فضل على الغنية الشعبية بالنسبة لموضوعنا، يعني كان له يد بأنه يطلق الغنية الشعبية بسوريا بداية وبعدين بشكل كبير حتى صار بالوطن العربي. يعني قبل كانت الغنية الشعبية ما حدا يسمعها خصوصا عنا بالشام، أنه غاني الشعبي مين يسمع شعبي، يقولوا لك شغل نوري هذا. أما بعد الحصود تغير النظرة، صارت ناس تسمع شعبي شيء مهم، يعني هي نقلة نوعية يعني فادت اللون الشعبي بشكل كبير. وسيم نور. فنان علي الديك انا بحبه كثير وبوجه له تحيه وبسمع له اغاني كثير يعني وبغني له اياها. فنان اهم حامي من سوريا. علي الديك من النجوم الغاليين على قلبنا وعلى قلب كل سوري، وهو ممثل سوريا برا وممثل الاغنيه الشعبيه الاغنيه الضربه، وبكفي اخلاقه العاليه هو واخواته الشباب. ان شاء الله هيك يضلوا مع بعض ايد وحده يا رب. الشاعر عماد مصطفى. روحي انتو اللبنانيه والسوريه والعراقيه والاردنيه فلسطينيه، يعني هذول الجاليه الحلوين حلوين. والتحيه لشباب فيروزي كمان عندكم. الله يخليكم يا علي، نورتنا الليله فعلا، نورتنا الليله. حبيبي يا مجيد حبيبي. الله يخليك. وعندك يلا لنا اتصال اخر ان شاء الله بيكون قريبا افضل من هلا ان شاء الله. سلم نور وان شاء الله الحفله الليله ناجحه. تحياتي ليك العمار لحسين حسن للعائله الكل.